يعني دكتور عبد المنعم الكلمة معك. اتكلمت كتير النهارده، انا اسف والله. لا بس اتكلمت كلام كويس كتير، اهنيك عليه. يعني انا عايز ابتدي انه اللحظة دي اللي انت قلت ان احنا انتظرناها كثيرا يعني، وكان فيها نوع من الترقب، هي في رأيي بالغة الأهمية. واسمح لي ان انا اقول يعني كلمة تقدير، ان وزارة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة بالفعل يعني قامت بمرحلة كبيرة من التاريخ المصري، من المشروع الوطني المصري، خلال مرحلة حرجة ودقيقة. ويعني الواحد كان بيشوف ان فيه المجهود بقدر ما هو بدني فهو عقلي، فده كان شيء عظيم. لكن انا بقول ان الوزارة الان وقد تشكلت امامها من المهام وال يعني الوظائف ما يعني ايضا يعني ما يحتاج مجهود لا يقل عن ذلك الذي حدث من قبل، مع بعض الامور التي اعتقد انها سوف تجعل هذه المهمة ممكنة ان نتجاوز. يعني اكون صريحا معك واستغل هذا المنبر، انه انا كنت اتمنى شخصيا انه المسار اللي اخذته هذه الوزارة بدمج وزارات عديدة ان يكون اكثر. وانا اقول ذلك لاني بقول ان مهمة الوزارة الجديدة ليست الحكم، بمعنى ان كل وزير قاعد على وزارته، هي مهمتها ان تقود الأمة برئاسة الرئيس السيسي، لكي نخوض في مرحلة انطلاقة تنقل مصر من مصاف عملية البناء الأولي بتاع البنية الأساسية، المشروعات العملاقة وكده، إلى آفاق المنافسة العالمية مع الدول اللي زينا، تركيا، كوريا الجنوبية. يعني مش بنتكلم على القوى العظمى الكبرى، إنها بنتكلم على القوى فعلا اخترقت حاجز التقدم. فهي القضية أن تقود إزاي. ده يحتاج المجلس نفسه، جزء من عمليات الإدارة لما يبقى عندك عدد كبير من الناس صعب. احنا نعرف دائما ونتابع الصحفيين الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء تفرق كتير قوي من 34 ل 30 ل 24. وبقول 24 لأنه أحد المهام الأساسية لهذه الوزارة الطموحة هو ما قلناه كثيرا في هذا البرنامج، اللي هو إصلاح النظام الإداري للدولة. أنا سمعت، وأخي عماد هنا سمع في مجلسنا محاضرة أو البرزنتيشن اللي قدمها الدكتور خالد صالح الشيخ، عن كان بيتكلم عن 24 وزارة في الحقيقة. يعني إن احنا ننزل من 34 ل 24 وزارة. ليه؟ لانه ده كان مهم في انك انت تقدر يعني تتداول استراتيجيات. بمعنى ايه؟ بمعنى انا لو حطيت كل التعليم والمعرفه في باقه واحده، مش في التعليم العالي والبحث العلمي، وبعدين في التعليم اللي هو تحت ومع التعليم الفني، كل ده اسمه التعليم. التعليم له استراتيجيه تخص الوزاره كلها يعني، انما فيها واحد بس اللي يقدر يعني. الازدحام كلنا بنتابع ان اجتماعات مجلس الوزراء بتاخد 9 ساعات. ده بيخلي عملية الاختيار واتخاذ القرارات عملية يعني بتبقى مجهدة بالتأكيد يعني. فاحنا عشان نعمل انطلاقة كنت اتمنى ذلك، واتمنى لو نقدر من الان يعني. طبعا الواحد مش يعني مجلس الوزراء عندهم من الخبرة، والدكتور مصطفى مدبولة عنده، انه ازاي نقدر نخلي الانساق كلها مع بعض، يعني الانساق الخاصة بالبترول والكهرباء والطاقة والكلام زي كده، التعليم العالي والتعليم الاقل ما قبل العالي مع بعضه. فكل مهمة ميشن لها الاستراتيجية المتكاملة بتاعتها تبقى جزء من أعمال مجلس الوزراء. وأنا أقول إنه مش بس إحنا عايزين، لأنه التكامل ما بين الزراعة والري على سبيل المثال. يعني إحنا في المجلس جانا وزير الري، الحقيقة عرض ممتاز، لا يمكن أفهمه عمليا أوبريشنالي يعني
إلا بتكامل حقيقي مع الزراعة. وبنتكلم على قضية كبيرة المية، وقضية كبيرة أوي اسمها الغذاء، دي قضايا استراتيجية للدولة. فإحنا الإصلاح النظام الإداري للدولة في هذه الأنساق الاستراتيجية مسألة مهمة جدا. يعني لو تعاملنا مع الموضوع كما أن احنا بنتكلم على حرب، يعني العسكريين يعرفوا ده، انت بتقول الفرقة كذا، الجيش الفلاني كذا، بتكلم على قوة كبيرة جدا. يعني المهمة الأولى إصلاح النظام الإداري للدولة، المهمة الثانية إيقاظ وبعث كل ما هو رأس مال ميت في هذا البلد. وأقصد إيه؟ احنا عملنا، وهذه الوزارة في سابقتها انتقلت بنا من 7% للمعمور المصري إلى 15%، ده معناها فاضل 85% من مساحة مصر. بس 85% من مليون، يعني بنتكلم على 850,000، يعني مساحة هائلة، أنه لا يترك شبر في مصر دون استغلال. أنك أنت، وهقول مثال تاني، دي أمثلة لكن ممكن الإخوة طبعا هنلاقي كتير جدا. أنا رأيي أن المرأة المصرية ليست معبأة بالشكل الاستثماري الكافي. يعني حجم المرأة المصرية من القوى العاملة المصرية 17% أو 18%، في السعودية 38%. الجزء الحكاية مش بس أرض، القضية إزاي نعبأ كل الموارد البشرية القادرة على الاستغلال الاقتصادي عندنا 14 بحيرة الدولة. يعني التاني نرجع لمفهوم تشغيل التغيير، احنا عملنا 14 بحيرة، خليناهم حولناهم من عشوائيات وقمامة وكل ما هو سيء إلى ما هو كل جميل. يعني نشوف الصور البتاع دي، أماكن سياحية من الطراز الأول، ربما يكون فيها معادن في يعني كيفية استغلالها، دي عملية رأس مالية عظيمة. عملت انت الجزء الأول منها، اعمل الجزء الثاني واعمل الجزء الثالث. ال17 منطقة صناعية اللي اتبنوا دول أيضا يا إما أندر مستغلين مش بشكل كافي، إنما دول يعملوا البلد النقلة الصناعية صحيح. الكبيرة. فهنا المهمة الثانية هي عملية استغلال ما أسميه أنا رأس مال كبير، وأصول اتعملت ببطولة هذا الشعب وقيادته، إنها إزاي نخليها تنطلق إلى الأمام. المهمة الأخيرة اللي عايز أقولها، لأنها كانت أحد عيوب المرحلة الماضية، معلش بنتكلم يعني بصراحة شوية، أرى إن إحنا عندنا مشكلة. لا يمكن إنك عندك مشروع عظيم، نتكلم بصراحة شويتين، مش شوية واحدة. متشكر. إن إحنا الاتصال الجماهيري عندنا إشكالية حقيقية في هذا المشروع الضخم والمتعدد الأبعاد. أولا في أعداء بيشوهوا فيه، ثانيا إن هو فيه فعلا بنسميه إحنا المشروع الوطني المصري الذي يستحق الدفاع عنه. صحيح. الدولة لديها مدفعية، يعني الحكومة هنا مدفعية كبيرة جدا، بنتكلم على مؤسسات قومية كبيرة، بنتكلم على مسبيره وإمكانياته، عندنا الإمكانيات اللي تراكمت خلال المرحلة المقبلة في كثير منها في جانبه المادي، لكن الجانب الخاص بالمحتوى، إزاي تنسج القصة المصرية الحقيقية وتقدمها للناس وتقدمها للعالم، أنا رأيي ده محتاج. وفي مشروعات، يعني في شغل تم بحثه وعمله إزاي مثل ذلك يتحول. أتمنى شخصيا أنه ينتقل نقلة كبيرة، لأنه هي دي اللي هتعمل. يعني أنت فاكر صلاح السعداني من قال فتح انطلاقة في أرابيسك. فتح انطلاقة، أعتقد ده اللي احنا على أبوابه والذي ينبغي أن نمضي فيه. تمام دكتور محمد.